السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سوف نخصصها لهذه البطاريات. في هذا الفيديو سوف نقوم بإحياء بطارية واحدة من خلال البطاريتين. إذن لدي هذه البطاريات كلها تقريبا فارغة، سوف نقوم بقياسها بواسطة المتر ونرى. إذن لدي هذه البطارية الأولى 2 فولت، لدي البطارية الثانية 5 فولت، الثالثة 5 فولت. إذن في هذا الفيديو سوف أستعمل هذه البطارية، هي التي سوف نقوم بإحيائها من جديد، سوف نعيدها كي تشتغل ب 9 فولت. تابعوا الفيديو معي حتى الأخير، لا تنسوا من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تابعوا معي الفيديو.
ثواني، هذه هي النتيجة النهائية للبطارية كما تشاهدون. أسف على هذا الديزاين فقط. المهم الآن سوف نقوم بقياسها بوصفة المليمتر. لاحظوا معي 7 فولت، إذا مع الأسف فقط 7 فولت، لم نحصل على 9 فولت، 7 فولت فهي تفي بالغرض. لاحظوا معي سوف أقوم بتشغيل هذا الليد الأزرق، عفوا لاحظوا معي إذن هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. أتمنى أن الفيديو كان يعجبكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.